طبعا يا اخوان كنت طالع انا من تحت، لقينا هالنوري، طلع وين واقف؟ سبحان الله صيدة سهلة. وين المشكلة في الموضوع؟ ان انا اصلا مش مهتم له، لاني انا جاني طير استلمته الي 22 يوم بستناه او 25 يوم بستناه. بنفرجيكوا يا الطير، خلينا نحكي طير مميز، ليش نحكي من النوادر، طير مميز. فانا قلت خليني احط الطير واصور لكم اياه. ارجع محمود تعي، اسمع هات شوي العلفات، هات شوي العلف. وانت طالع شوي شوي يطلع. تعي 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 طلع. ايوه لابس اشي برجله زي ذهب، والله العظيم اشي ذهبي برجله، اشي ذهبي برجله. طبعا اليوم الجمعة، يعني اذا ما حططتش حطط ثلاث. بس اخوان الحظ عاثر، ليش؟ الحمام مش جعانة، الحمام مش جعانة. طلع النوري شو بعمل، ولما بتحط على الرفصة بتضلها داقرة، او الطير ما برضاش يحط، برفرف وبطلع. اليوم بجوز 5 3 4، والله سبحان الله حظنا سكر معنا على ايش؟ على نوري ازرق. هيو في اشي برجله، لابس اشي برجله بالماء، والله العظيم يا اخوان لابس اشي برجله بالماء، مش عارف شو هو لحد الان. خليه يجيب لمحمود العلف، هسه بنجيبه على العلف. طلع الطير بده يحبس عادي طبيعي، انا مش عارف. يعني بالنسبه لي هو الطير عادي، بس ايش؟ حلقه صيد منيحه. ها تعال تعال بس على مهلك، تعال. خليني يا اخوان افتح شوال العلف واجيبه. يا اخوان حطوا لايكات لعيون الصيد بدون تعب، شيراتكم. يوم الجمعة قد ما مسح معنا طيور ووقفت معنا على نوري. تعي بحاول اجيب الحمام، بجيبه على الحمام. ها تعي 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 عينه هناك. ولك في شيء برجله صح؟ في شيء برجله بالماء. تعي تعي اول ما طلعت لما حكيت لك حطه بالشيء. تع 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 اروح هناك. طير عينه مش عندي، بحاول اغطي، بحاول اغطي على العالم. تلقم الصيد مع عم ابو يوسف. يا ويلي انا والله لابس اشي ذهب. وين لابس اشي بديه؟ طيب طبعا مقفل ريشه بريشه، بس لابس اخوان قد حقه 4 مرات. لابس قد حقه 4 مرات. هيو الطير، يلا الله يبارك لصاحبه، يبين له صاحب بالرجعه طبعا. هيا الطير، خلينا هسه يا اخوان بدنا نفك الحمام. ما تجيبش الطير. واو يا اخوان، هنا في مصري جديد، المصري الاصفر، وفي عندنا القرقاطي او الجلف القراقطه يلي بدنب، سوري اللي مقرفل، وفي عندنا فرخ كشميري، وفي عندنا الباكستاني، هذول اجداد. تمام، راح نفكهم اليوم، راح نفك اليوم اول شيء المصري. تعال طبعا قويه ما طلعت اليوم. تعال امسك المصري الاصفر او القرقاطي، واحد منهم هيك هيك انا فاكهن الاثنين، راح نفك واحد. تعال خليني امسكهن وارجع لكم احسن. طبعا يا اخوان فكينا جناح المصري، هيو راح نجربه اول تطيره له على يد صاحبه طير حمام. طبعا اول يوم ببلش معك معلم، اول يوم الطبيعي انت يعمل معك هيك طبيعي جدا يعمل معك. والله القرقاطي هو اللي جناحه شديد شوي. طبعا انت بتفك اليوم وبتركن عليه بالمطار بكره. محمود شوف بدهم ما يكنهم الزواج او علف. تمام يا اخوان، انت اليوم بتفك، تاكد شوف اذا عندهم مي او لا. اول شيء
قرقاطي جميل مقرفل يا اخوان، والله قرفلته جميل الطير. خلينا نفكه. طبعا نص ديله طاير، طار مني هذيك المره. القرقاط منيح. هسه وارد ان المصري يطلع مش طير حمام، ما هو مش كل الناس يعني انه يقول لك طير حمام تصدقه او حلف 100 يمين تصدقه. عادي طبيعي يكون بحلف كذب، طبيعي انه يكون كذاب، بس انت بتعطيه مهله لبكره. ليش؟ لانه اليوم بكون الطير لسه ها مش فاك ريشه صح، مش فاك جناحه صح. تعي تعي، فمبينش معك على الاكيد، ما ببين معك على الاكيد. شوف القرقاطي خليه ينزل. انا بالعاده دائما اول يوم هيك بعمل، اول يوم هيك بعمل في الطير الجديد، بطلعه بنزله وبعديها ايش ثاني يوم بشتغل معه. يعني اليوم هيك اجازه، راح نحبس الحمام عشان الحق اطلع الحمام الثانيه، لاني انا اليوم طالع متاخر الساعه 6:15 هسه. نحبسها ونطلع الكش، خليكم معنا. طبعا يا اخوان احنا مسكنا الطير هذا زي ما قلنا لكم، هذا امبارح مسكنا الطير. تمام، الطير طبعا لابس ختم ذهبي، مش عارف هو ذهب او ذهبي او ايش ما بعرف. تمام، عشان تكونوا عارفين، بس اللي لاحظته انه الطير المكتوب في رجله، تمام، طلع غريب يعني ما بعرف، المكتوب برجله انه لب 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 لفلان من الناس، ومكتوب عليه عمره واسم الزلمه يعني، وعليه رقم تليفون. فلما سالت اجاني ناس اليوم عندي، تمام، اجاني ناس عندي اليوم، فقال لي هذا لوت، بس انا ما بفهم باللوت ولا بعرف باللوت يعني، ومليش على اللوت. وانا قلت لكم قبل هالمره اي طير زينه بفهمش فيه. المهم هسه في عندنا رقم تليفون، راح نرن على صاحبه ونسال. هات الرقم، انا عندي صاحبي عبود بدي ارن عليه من رقمه، واحنا على الفيديو طبعا بدنا ايش نسال. كيف حالك؟ عمي انت بتربي حمام؟ الو؟ معك ابو يوسف عمي. انا مسكت الطير امبارح، تمام؟ مش عارف هو لوت هو نوري ولا ايش، ما بعرف صراحة. مكتوب سكان الرجم الشامي. انت سكان وين عمي؟ طب هذا يعني هذا الطير لوت يعني هو ليش؟ انا فكرته نوري بس معشور الطير. السطح لقيته الصراحة قدام الوش وما أدري إيش مفكر النوري. الله يبارك لك يا عم، حياك الله. الطير هي عندي رجم الشام الغربي عند المقبرة. أيوة جوا عند المقبرة. حياك الله، أنا بأي وقت موجود عمي. الله يسعدك. انا هسه ببعث لك الرقم صاحبي، بس فاذا عندك وقت هسه ببعث لك رقمي، او بعينك الله بس اقوم بعينك. 078 78 737 5070. حياك الله يا ايوه.
مساءكم اخواني وحبايبي المتابعين. طبعا اليوم ثالث يوم بعد ما صدنا اللوت صار. طبعا انا بصراحه ما كنت اعرف انه لوت لبس ذهبي تمام، لان انا بفهمش بالبذره هاي بالمره. سالت ابو عمر رنيت على صاحبه والطير طلع، يعني لما رنيت على صاحبه انصدمت من سعره. يعني هدول يا اخوان اسعارهم بصل بالالفات، بالالف والالفين والثلاث والاربعة، وفي منهم حق ليرة تمام. بس هاي النوعية اللي فهمته انه يعني سعره غالي كثير، لانه هدول بنباعوا على مطارهم، قوة مطارهم كيف بقلبوا بتشقلبوا يمين وشمال وورا وشمال وهيك، وهدول اصلا يعني بتطيروش غير بالهواء العالي. فهدول اجداد عند الزلمة، حكينا معاه تليفون يعني. راح نخليه كل مكالمة اخر الفيديو ان شاء الله اللي هو اليوم جاي ياخده. فاذا رضي يصور معنا يطلع معنا على الفيديو، هينا كملنا وطلعنا الفيديو طلعناه معنا. واذا ما رضي ان شاء الله بنكون يعني ايش بنكون احنا ايش صورنا وفرجينا الفيديو يعني للناس. هو الفكرة في الموضوع انه هو انه يرضى يطلع، مش انه يعني يمنعنا انه ننزل الطير او نصور الطير. انا هيك هيك يعني احنا مصورينه، بس الفكرة انه هو يرضى يطلع بالفيديو مثلا يحكي لنا يشرح لنا عن مواصفاته، شو اسعارهن تمام، شو مواصفاته شو اسعارهن، ليش هم غاليات وعشان ايش غاليات تمام. فانا بصراحه يعني صدقا وامانه انا كنت مفكره نوري معشور. شوف يعني انا بحبش اكون افتي واحكي حكي ملوش داعي، لا انا بحكي الصحيح. فانا كنت مفكره نوري معشور. على العموم انا هسه رنيت على الزلمه قال لي ان شاء الله من هلا الساعه 5 بكون عندي ان شاء الله عادي في اي وقت يعني. الباكستاني، بس انا صورت لكم على الباكستاني الاسود هذا، وعيناش نحكي باكستاني يا اخوان، هو امه باكستانيه كالله اعلم، على الاغلب يعني امه باكستانيه وابوه كشميري، او ابوه كشميري امه كشميريه وابوه باكستاني، لانه يعني هو قريب معطيك باكستاني لون وثوب باكستاني اسود، وبنفس الوقت معطيك ثوب كشامرة يعني طلع كشميري الزرزور بجنبه طلع وراه نفس الاشي. بس ايش هذا يا اخوان، معواله مش معوال باكستاني، هان الفكره، معواله اخمل شوي من الباكستاني. المهم مش موضوعنا، موضوعنا انه الطير انا فكيته اليوم بصراحه، مش اليوم اليوم اجد افتح الحمام قلت بدي افك الطير تمام. فتحت الخشه زي هيك بتفرج مفتح جناحه لقيته فاك حاله، يعني كاين من امبارح مفكوك وانا مش منتبه. وامبارح انا طيرت الحمام وحططت وطيرت وحططت والله ما انتبهت عليها اذا انه طاير طار ولا ما طارش والله ما بعرف. المهم لقيته جوا الخشه مفكوك فطلعته وطيرته وضله طاير، طار بجوز ربع ساعه وحط اموره تمام، ولا كانه ايش في طير جديد مع الحمام ومصيد جديد. فأنا قلت بما إنه مفكوك مفكوك إذا إله صاحب قريب. طبشير شوفوا طبشير أسود هي. إذا إله صاحب قريب بروح له، ما إله صاحب قريب هيو قاعد على السطح بنزته مع هالقوية. بما إنه ما بين له حدا صورناه وما حد سأل عليه وبنفس الوقت فكنا وما طارش ما شردش يعني، خلاص شو بدنا نعمل؟ خليه هيك مع هالحمامات. فهاي هي الفكرة. طبعا في عنا الدباني هذا المشخط أو الدباني هذا الجميل شايفينه، هذا الدباني جديد فكيته أنا جديد فاكه الأسبوع معي. وفي الدباني الثاني اليوم هذا قطع غاب 10 دقائق ورجع، استزلمته الصراحة لأنه الطير ترك الحمام أول ما طلعت الحمام فجوا اختفى بطل يبين. الحمام ركبت في العالي ظلت فوق بالعالي ورجع لحاله مسك بارما وحط. قلت يعطيك العافية الطير هذا يا اخوان اسبوع زمان وبطلعه مع القوية ان شاء الله. الموارد يا اخوان قلت لكم مخه فاضي. امبارح عمل فيه موقف جميل اللي هو يوم الجمعة، عمل فيه موقف حلو. طلعت الحمام طيرتها، الحمام ظلت تروح وتعلى وتوطى، قطع ترك الحمام وراح خلط مع شاب صاحب اللي هناك، ظل ماسك عليه بجوز 10 دقائق. اجي حطط فيه طلع براس الحمام، لف لفتين معه، لما الحمام قلت عليه سرك الحمام وطلع اجاني زي الحلاوه، رادح ردحتين اكل برمتين وحط. بصراحه عجبني مواردي، يعني بصراحه اقنعني، بلش يعني يهمني انه الطير مخه نظيف تمام. بس انا شو اللي قلقني؟ اللي قلقني انه مره نزل عند ابو سميح، يعني خلاني برضه اني خايف منه. بس كانت اول مره والطير يعني اول مره بالحاره اول مره بيطلع، ممكن يعني نحكي عنه الطير يعني كان يعني هيك مستغرب منطقه. على العموم خليكم معنا، نستنى الزلمه اليوم ان شاء الله الساعه على المساء، نستناه لحتى يجي ونشوف موضوع اللوت. وهذا الطير اللي عليه تحدي حطيناه على طيره، طبعا هو مش راضي ياخذها ولا حيقعد، بس احنا هينا بنحاول معه. خليكم معنا.
طيب شباب، الزلمة أجي أخذ الطير، بس الزلمة كان مستعجل، يعني كان بده يلحق صلاة العصر وأخذ طيره وحكينا معاه. صراحة الزلمة يعني ما رضى إنه نذكر اسمه بالفيديو ولا من وين، تمام، ولكن الطير اللي عرفناه إنه رجعنا للزلمة رقمه مكتوب على الحجل ورجعنا له الطير، تمام، بس رفض إنه نذكر اسمه. فإحنا راح نخلي لكم مكالمة، بس راح إيش نشيل الأسماء، إنه الزلمة هي الطير عندي واسم الزلمة يعني مش موجود ورقم تليفونه مش راح نحطه. الفكرة إنه كان مستعجل بس مش أكثر، فأخذ الطير وراح. طبعا هاي العروق ما شاء الله عليها زي ما بدك وزيادة، ما شاء الله بعد غيار الريش إشي بجنن. إن شاء الله هاي اللي قدام شوي راح نشتغل عليها أكثر، بس أنا اليوم إيش شبعتها صح، اليوم طعميت علف مركز إني حسيتها شوي صحتها تعبانة أو مش تعبانة، يعني هيك حسيتهم هفتنات، زدتنا لهم علف مركز. هسه هدول يا إخوان الجمعة الجاي، كمان هدول الجمعة الجاي يعني الأسبوع هذا آخر أسبوع لهم عندي هون في الخشة. الجمعة الجاي إن شاء الله أول يوم لهم حيكونوا طالعات فيه، لأني لاحظت إنهم يعني تقريبا 70% منهم، 70% منهم خلاص جهزات، جهزات للمطار. 70% فعليا، في 70% منهم جهزات للمطار. فمن هلا يوم الجمعة إن شاء الله بنبلش نطلع إيش نلين فيهم، لأنه هدول قديش صاروا محشورات، صاروا 3 أشهر بجوز، 2 4 6. البس أني قديش حبة، 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26. لا أقل 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 من أقل من 26، أنا متأكد. 2 4 6 8 10 12 14 16 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27. كيف 27؟ المهم 27 و13 40. هدول 27، هانا 27 عندك، هم 27 صح، كيف 26؟ 27 هان، وهان عندك 13. هدول يا اخوان هاي يمه زي ما هم اللي طلعناهم ونكشهم حاليا، تمام. هاي يمه 13 و27، احنا عندنا 40 زاجل غلق، اللي كانوا عندنا اصلا هم كانوا 50 زاجل، اشي مات واشي ضاع واشي مرض واشي يعني خلص، هم بالراحة يعني اذا ما ضيعناش ضيعنا 5 6، وبجوز 2 أو 3 ماتن، يعني هم كانوا 50 فرق. الحمد لله انه وقفن معنا على 40. هذول القوية ان شاء الله راح نطلعهم كمان شوي، تقريبا 23 حبة هان. وفي عنا هان يا معلم في أكم من كشميري راح أطلحن مع القوية إن شاء الله عن قريب. عنا هذا الهومر إن شاء الله مع القوية، هذا الباكستاني اللي جاي زي الكشامرة كمان، هذا اللي ضربناه مع القوية، هذا مع القوية حيطلع. هي قديش هيك 3، وأخوه 4 إن شاء الله، 4 4، وهذا على الأغلب بس يزبط بس يتلين صح 5، ركز معي 5، تمام 5. عندي الدباني هذا الأصفر كمان 6، لأن أنا اليوم صار معي في موقف قلت لكم عليه بالفيديو، هاي 6 تمام، لحد الآن 6 هيطلعوا مع القوية، 6 6 6. عندك الهومر هذا إن شاء الله 7، وهذا الكشميري هومرات 8 8 8 8 8، تمام. وهذا الكشميري الأسود 9، هذا أصلا من القوية بس إيش مشكلته، رامي ريش 9. وهذا الأزرق هيو على الصماي كمان 10، وفي واحد قراقطة هيو كشميري قراقطة جاي حبة ناعمة جاي موحم 10 و11، شيك بصير 10 أو 11، لا بصير 11، هذا رقم 11 تمام. وعندك هان معلم 11 11، وعندك هومر هان 12، وهومر وراه 13 13، وطبعا مع الشفار هاي كلها اللي هون يعني حتطلع لك حدود، قول 13، وهنا في 23 يعني 46 حبة غير ال 40 زاجل، يعني ممكن تمشي خلال خلال شهر زمن إن شاء الله، خلال شهر أو شهر ونص بتكون مطلع 60 66 حبة كاويات جوا، أو بحدود 60 حبة بتطلعهن قوية راس واحد. بس أهم إشي إيش بصفي عندك، إنك معلم يكونوا قويات وبمشن مع بعض، مش انه ما يمشوش مع بعض، يمشن يروح يوصل مشوار معين ويرجعين غلط هيك. فاذا انش ذنهن مشن مع بعض وركبن مع جناح بعض هيك امورهم تمام. على المهم حبايبي هيك نكون وصلنا لنهايه الفيديو، بتمنى يكون عجبك المقطع، بتمنى تعملنا لايك اشتراك شير، والسلام عليكم.